بطيبة ميثاق علي قديم. طيبة اللي هي المدينة من أسمائها طيبة، الطيبة الطاهرة المباركة. لطيبة ميثاق علي قديم، إذا ذكرت يوما لدي أهيم. وما ذاك إلا أن فيها محمدا نبي الهدى روح الوجود مقيم. هو الشمس إلا أن في الكون نوره يدوم، ونور الشمس ليس يدوم. هو البحر عم الكائنات بفضله، بساحله كل الكرام تعوم. صل يا ربي عليه وعلى آله وأصحابه. هذه هي المدينة، وهذا هو المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. البحر الذي تعوم بساحله كل الكرام، يعوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، يعوم أولئك جميعا، المدرسة كلها في هذا البحر النبوي، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام راح السوق وبدأ يصرخ في الناس، يقول: أيها الناس، أنتم هنا وميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في المسجد. قالوا: ميراث محمد؟ أو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك؟ فهب الناس جميعا إلى المسجد. فلما ذهبوا إلى المسجد وجدوا درسا من دروس العلم، فقالوا له: قلت لنا إن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فقال لهم: نعم، هذا العلم هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. العلم انتشر في المدينة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان في المدينة الفقهاء، وكان في المدينة الذين أفتوا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله. هذه المدرسة التي وضع اللبنة الأولى فيها مولانا صلى الله عليه وعلى آله وشيد أركانها، ثم بعد ذلك أصحابه الكرام، أنتجت لنا نمطا جليلا من أنماط العلم، وهم الذين يقال لهم فقهاء المدينة المنورة من جلة التابعين رضي الله تعالى عنهم. وفقهاء المدينة قالوا كانوا سبعة من التابعين: سيدنا سعيد بن المسيب، وتكلمنا عنه في حلقة سابقة، سيدنا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وتكلمنا عنه في حلقة سابقة، وفي سيدنا سليمان ابن يسار، وفي سيدنا سالم ابن عبد الله ابن عمر، وفي سيدنا عروة ابن الزبير، وتكلمنا عنه في حلقة سابقة، وفي عبيد الله ابن عبد الله، وفي خارجة ابن زيد. دول اللي قالوا عنهم السبعة الفقهاء. واحد يقول: طب وفين سيدي علي زين العابدين؟ ما هو كان في المدينة وكان من الفقهاء. أيوة طبعا هو من الفقهاء وهو من العلماء. السبعة دول ذكرهم سيدنا الإمام عبد الله بن مبارك، وهتجد في بعض الروايات لآخرين أيضا ذكروا زيادة عليهم، فممكن أن يضاف إليهم سيدنا الإمام علي زين العابدين، وكذلك أضيف إليهم آخرين، كل بحسب ما كان يرى. لكن هؤلاء السبعة متفق عليهم عند الجميع أنهم كانوا الفقهاء الذين يرجع إليهم في النوازل. وممكن الإنسان يكون فقيه في نفسه، بس ما يؤثر عنه من الفقه من حيث ما استفيد منه قليل، لأنه كان قليل الكلام مثلا، كان لا يلتقي بالناس كثيرا في دروس ولقاءات علمية، لكن هو في نفسه فقيه. يعني مثلا عندك في الصحابة الذين يسمون بالعبادلة، العبادلة دول اللي هم الصحابة المعروفين المشهورين بالفقه، يقال لهم العبادلة. طب العبادلة اللي هم مين؟ عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وعبد الله ابن الزبير. واحد يقول لي: الله، أمال فين عبد الله ابن مسعود؟ هو مش كان برضه فقيه؟ أيوه كان فقيه،
لكن لم يدخل في هؤلاء العبادلة الأربعة. ليه؟ لأنه تقدمت وفاته، والعبادلة الأربعة دولت احتيج إليهم بعد ذلك. وإن كان هناك غيرهم كابن مسعود وهو من العبادلة وهو فقيه، لكن تقدمت وفاته عنهم، هؤلاء تأخرت وفاتهم فاحتيج إليهم وانتفع بهم أكثر، فدخلوا في جملة العبادلة الأربعة الفقهاء. يبقى التقسيم هذا دائما يكون من حيثية بعينها وليس من كل الوجوه، وإلا فالفقهاء في المدينة كثر، وأهل الفضل في المدينة كثر، وأهل العلم في المدينة كثر رضي الله تعالى عنهم. النهاردة احنا عايزين نتكلم عن أحد هؤلاء الفقهاء، فقط سنلقي الضوء عليه، الإمام الفقيه ابن الإمام وأحد الفقهاء السبعة خارجة ابن زيد الأنصاري النجاري المدني رضي الله تعالى عنه. جده من ناحية أمه سيدنا سعد بن الربيع الأنصاري العلم الكبير، أحد النقباء السادة رضي الله تعالى عنه. سيدنا خارجة ابن زيد طلب العلم في مدرسة المدينة المنورة، تعلم طبعا من عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله، تعلم من أبيه زيد، وتعلم من عمه، وتعلم من أسامة ابن زيد، وتعلم من أم سعد بنت سعد وأم العلاء الأنصارية، وتعلم من عبد الرحمن ابن أبي عمرة. وهو في الحقيقة لم يكن مكثرا من الحديث، فلذلك لا تجد روايات من طريقه في الحديث كثيرة، ولكنه كان مشهورا بالفقه رضي الله تعالى عنه. وبعد فاصل قصير نواصل حديثنا عن خارجة ابن زيد رضي الله عنه، فكونوا معنا.